للإعلان على قنوات دريم، الوكيل الإعلاني شركة أدلاين. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة، سكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. وليد محمد مصطفى، الوزن 175 كيلو، جاي اعمل عملية تكميم المعدة مع دكتور كريم صبري. شفت دكتور كريم صبري في التلفزيون بيعمل عملية وحبيت ان انا اعملها، وان شاء الله عملية ناجحة باذن الله. استنينا بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهاردة هوريكم تكميم معدة الأستاذ وليد، 175 كيلو، 32 سنة. الحقيقة طبعا احنا في بعض العينين بنعمل تحويل، والبعض الاخر بنعمل تكميم، وفي عمليات اخرى زي تحويل مسار المعدة المصغر او تحويل مسار المعدة التقليدي. في عملية جديدة اسمها الساسي او ثنائي التقسيم، او العملية اللي هي اسمها البايبرتيشن، دي عملية تحت الإجراء أو تحت البحث. في عملية زي تحويل مسار الاثنى عشر، كل دي عمليات هوريها لكم النهاردة. لكن خلينا نقول حالة أستاذ وليد، احنا هنعمل تكميم معدة. إذا كنا مش بنحب السكريات بشراهة، أو مش من مدمن السكريات، أو احنا مش مصابين بالسكر والسكر بتاعنا مش منتظم قوي، ممكن نعمل تكميم معدة. هي عملية قوية في إنقاص الوزن إذا تم استخدامها استخدام الأمثل. بتنزل نزول وزن تدريجي دون الرجوع للوزن مرة أخرى أو زيادة الوزن مرة أخرى. بس خلينا نقول إن احنا في التكميم بنحاول نحافظ من أو نبعد عن السكريات اللي هي بناكلها بكميات كبيرة. هنستفيد من العملية استفادة تامة. العملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال تقريبا أكتر من 80% من حجم المعدة، وما يتبقى من المعدة ده بيبقى ثابت في كل العيانين. بندخل جهاز البوجي داخل المعدة وبنقص ما تبقى من المعدة. البوجي أو الجهاز الكاليبريشن تيوب بياخد شكل المعدة اللي المفروض تكون عليه، اللي هي هتخسسنا أو تخلينا الوجبة بتاعتنا توصلنا للوزن المثالي. بعد استئصال أو التخلص من الجزء الأكبر من المعدة، طبعا الجزء ده بيبقى فيه معظم هرمونات الجوع الجريلين. الجزء ده لما بيتشال بيخلينا بنشبع بسرعة، ما بنجوعش إلا على فترات كبيرة، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ونزول ان شاء الله مؤكد وآمن. رجوعنا للعمل ممكن نرجع بعد يوم من اجراء العملية. احنا بنقعد 12 ساعة، اقل من 12 ساعة بنكون خارجين من المستشفى من بعد اجراء العملية، وممكن نرجع لشغلنا زي ما قلنا في خلال يوم ما بعد اجراء العملية. هوريكم العمليات ان شاء الله النهاردة، ونطمنكم على الاستاذ وليد ما بعد العملية ان شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا يعني النهارده هوريكم ان شورت
عملية تكميم المعدة. عملية تكميم المعدة هي أول خطوة فيها إن احنا بنعزل المعدة عن مجموعة الدهون اللي حواليها اللي هي دي. ده باستخدام جهاز الجشور أو الهرمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الأحيان. هي طبعا احنا المعدة دي هيتم تصغيرها إلى 80% من حجمها. دي قبة المعدة زي ما احنا شايفينها. دي قبة المعدة الحجم الكبير ده. دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العملية. طبعا دي الدباسة اللي احنا المستخدمة. الدباسة دي عبارة عن يعني آلة بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي أو أقل. الحقيقة طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي. بنبتدي ندبس ونفصل المعدة إلى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقة اللي بتدبس بيها الدباسة. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عبارة عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال. السكينة بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعدة إلى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصورة اللي احنا شايفينها دي هيتم عزل المعدة إلى جزئين. الدبوس طوله 6 سنتي، بعد انتهاء ال 6 سنتي دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده إلى أن يتم عزل المعدة إلى نهايتها. تبقى عبارة عن جزئين. احنا بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث إن احنا ما نعملش ضيق في المعدة، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العين برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهايه المعده. ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعده المتبقيه. ده شكل المعده بعد التدبيس. خلينا نطلع معاه عامل زي المزايا كده بالظبط كده، زي المزايا الصغيره. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبه المعده بحيث ان ما يبقاش ده مساحه ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العمليه. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده. بنقفل بوابه المعده الخارجيه وبنحقن ماده زرقاء بقوه عاليه. بنخلي المعده عباره عن زي البالونه. اتفضل. المنظر ده احنا عاملينها زي البالونه دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها، بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعده تبان بعد كده. هي دي ببساطه تكميم المعده. وده شكل المعده ما بعد تكميم المعده اهو، عامل زي المزايا صغيره بالشكل ده بحيث ما يكونش في اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامه. شكل المعدة صغير زي ما احنا شايفين. قبة المعدة احنا شلناها كلها بحيث ما يتبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصة ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العملية. الاسم وليد محمد مصطفى. العملية نجحت الحمد لله. ده عايز يعمل عملية تكميم يجي يعملها. ده دكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم. بطمنكم على الاستاذ وليد، الحمد لله هو أم سلامة. عمل تكميم معدة معانا النهارده. احنا في خلال اللي هي الساعتين ما بعد العملية، الحقيقة طبعا المفروض ان احنا بنتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، خلال 12 ساعة بنبتدي نروح بالسلامة، إعادة العمل بعد يوم من إجراء العملية. عملية تكميم المعدة زي ما شفنا هي عملية خفيفة، وزي ما شفنا في العمليات يعني تجهيزها بسيط. العمليات بتاعتها بسيطة برضو في وقت قصير، ما بعد العملية في ساعتين بنلاقي نفسنا في وضعنا الطبيعي، ونزول الوزن يعني بيبقى مؤكد، وخلال فترات بسيطة بننزل الوزن اللي احنا عايزينه بصورة منتظمة صحية سليمة. وتمنياتنا للشفاء لكل الناس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة. تحويل مسار المعدة بالمنظار. تكميم المعدة بالمنظار.
تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. اهلا بيكم مشاهدينا، معاكم دكتوره ان امحاوي من احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. مرحب بكم مشاهدينا، مع حضراتكم دكتور احمد رشاد احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. انا جايه اتكلم معاكم عن مشكله بتقابل كل البيوت بالنسبه للسيدات وللرجال، هي تساقط الشعر. مش تساقط الشعر بس، احنا عندنا دايما الناس بتشتكي ان انا شعري بيقع بطوله، انا شعري مقصف، انا شعري هايش، انا شعري ما بيطولش، شعري بدأ يظهر فيه فراغات ما كانش كده في الاول. طبعا احنا كمان من كتر الصبغات والعلاجات اللي بنعملها، ممكن تكون شامبو مش مجهول المصدر، ممكن يكون عملنا مثلا كيراتين، عملنا حاجات معينة في الكوافير، طبعا كتر استعمال السشوار والحاجات دي كلها بتأثر عليه، ده غير ان احنا بنتعرض لأشعة الشمس، كل ده بتأثر عليه. ساينو ماسي هير بيقدم لنا الحل في مواد فعالة كلها طبيعية، وبعدنا تماما عن أي حاجة فيها مواد كيميائية. بالنسبة للتقنية المستخدمة في تصنيع ساينو ماسي هير، ودي حاليا دلوقتي من الاتجاهات الحديثة في مجال التصنيع الدوائي وتصنيع مستحضرات التجميل بشكل خاص، وهي تقنية النانو تكنولوجي. بالنسبة لنا في ماسي جروب، احنا وظفنا تقنية النانو تكنولوجي في اتجاهين. الاتجاه الأول ان احنا استخدمناها في تنقيط المواد الفعالة الداخله في تصنيع ساينو ماسي هير، علشان نحصل على مواد خام على درجه عاليه جدا من الجوده ومن النقاء. الاتجاه الثاني ان احنا وظفناها في تصغير حجم الجزيئات في ساينو ماسي هير، وده بيساعد كتير جدا في مفعوله وفي سرعه امتصاصه وفي سرعه ظهور تاثيره. حاجه كمان ان المواد الفعاله اللي داخله في تصنيع ماسي هير على درجه عاليه جدا من الجوده، بتيجي من مصادر أوروبية خاصة من فرنسا وألمانيا، وزي ما احنا عارفين ان الدول دي بتتميز بتكنولوجيا عالية جدا في التصنيع، فبالتالي كل العوامل دي بتنعكس في النهاية على الجودة النهائية لساينو ماسي هير، وبتخليه من أفضل المنتجات اللي بتضاهي المعايير العالمية. اللي بيميز ساينو ماسي هير ان احنا بنعتمد على 6 actions، يعني ان هو بيهتم رقم واحد بستوب هير لوسنج، ان هو بيوقف تماما تساقط الشعر. بيوقف تماما تساقط الشعر ازاي؟ ان هو احنا عندنا في ساينو ماسي هير ماده فعاله اساسيه ورئيسيه هي الساوبالميتو. الساوبالميتو دي هي عشبه بتزرع في امريكا، بتيجي وبنصنعها بحيث ان هي شغلها الاساسي ان هي بتقوي البصيلات بتاعه الشعر، بتزود الدوره الدمويه في فروه الراس. احنا عايزين نتفق ان فروة الراس دي عاملة زي التربة، انت سقيتها كويس واهتميت بيها وحطت لها الفيتامينز، خلاص انت هتلاقي النبات اللي طالع لك نبات كويس وصحي. ففروة الراس نفس الكلام، انت حطت لها الساوبالميتو ده او الاكتيف انجريدينت اللي عندنا المواد الفعالة، فانت خلاص ضمنت ان انت شعرك مش هيقع، شعرك هينمو. فالساوبالميتو ده رقم واحد يعمل ان هو بيوقف الصلع الوراثي، لانه هو بيحفز البصيلات. فاحنا طالما حفزنا البصيلات فانت دلوقتي بدات تنمي الشعر، ده غير انه هو بيبقى فيه شكل ملحوظ جدا في التساقط. من اول اسبوع بتلاقي ما فيش تساقط تماما، من تاني وتالت اسبوع بتبدا تلاحظ البيبي هير اللي هو الشعر الصغير بدا يطلع في الاماكن اللي ما كانش فيها شعر. فده رقم واحد بالنسبة للسكس اكشن. الاكشن التاني ان هو بيحفز نمو الشعر. عندنا حاجتين بتحفز نمو الشعر، عندنا الكافيين. الكافيين ده حاجة مهمة جدا، اولا هو انتي اوكسيدنت، ده غير ان هو بيزود الدورة الدموية في فروة الراس. فاحنا اتأكدنا ان الدم وصل للبصيلات وغذاها، وفي نفس الوقت بيعمل على سمك الشعراية بيزودها. في نفس الوقت الكافيين بيعمل ايه؟ ان هو بيزود دورة حياة الشعراية بنسبة 33%، وبيخلي البصيلات تنمو بنسبة 46%. عندنا مركب تاني البايوتين. البايوتين ده احماض امينية، وهو مركب اساسي جدا في تكوين الشعر. فدي حاجة مهمة قوي قوي البايوتين ده، ان هو يزود كثافة الشعر وان هو يعمل على نمو الشعر.
ثالث حاجة ان احنا بنتكلم على زيادة كثافة الشعر والنمو والطول، وان هو يبقى ناعم وان هو ما يبقاش فيه ما يتكسرش. في ناس بتشتكي ان انا بعد ده كله الاقي شعري من النص راح مقطوم، او مثلا الاطراف اتقصفت. طب بسبب ايه؟ ان انا الشعر ما حصلش فيه كوتينج او ما اتغلفتش كويس. احنا عندنا الالوفيرا، الالوفيرا اللي هو الصبار. الصبار ده طالع وعامل ضجة كبيرة جدا في مجال التجميل. الصبار ده رقم واحد اللي هو بيعمله ان هو بيغذي الشعراية، بيعمل لها كوتينج، ما بيتعرضش بقى ساعتها لأشعة الشمس، بيقلل جدا أشعة الشمس الضارة. ده غير ان هو بيديله مرونة وفليكسابيليتي، وبيخليه مش اي حركه ممكن تقطمه، ما يخليش الاطراف تتقصف. ده غير ان هو اصلا في انتي بكتيريال افكت. انتي بكتيريال افكت يعني ما فيش بالنسبه مثلا للناس المحجبات اللي على طول مغطيه شعرها ممكن يحصل فطريات وبكتيريا، فهو انتي بكتيريال. وفي نفس الوقت ان هو بيضيع القشره، والقشره دي حاجه مهمه جدا ان هي تسقط الشعر. فاحنا بنلغي كل الاسباب اللي هي بتخلي الشعر يقع، فاحنا بنقضي على كل ده. بلس ان هي فيها فيتامينز، فيتامين اي وسي واي، وده فيتامينز مهمه جدا للشعر كانتي اوكسيدنت. اكمالا للوظائف اللي بيقوم بيها ساينو ماسي هير، دلوقتي احنا مش هنحتاج لعدد كبير من مستحضرات العنايه بالشعر عشان اقدر اضمن تغذيه جيده للشعر. فدلوقتي ساينو ماسي هير بيقوم بالدور ده بدون الحاجه لاي منتجات اضافيه، ودون اللجوء لأي أدوية ممكن تعرضنا لمشاكل ومتاعب على المدى البعيد، ده غير طبعا أعراضها الجانبية الغير مستحبة. ساينو ماسي هير بيحتوي على عدد من المواد الفعالة اللي بتحفز نمو الشعر، بتحفز الدورة الدموية في فروة الرأس. عندنا حاجة زي الروزميري، الروزميري بيعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، بيحسن من كفاءة الدورة الدموية في فروة الرأس، وطبعا ده بيساعد على إمداد كويس من الغذاء للشعر ويساعد على نمو صحي للشعر. دلوقتي احنا مش هنحتاج ان احنا نستخدم مستحضرات كتير او منتجات كتير للعناية بالشعر عشان اضمن تغذية صحية وسليمة للشعر. ساينو ماسي هير دلوقتي بيغنيني عن كل ده، بالاضافة كمان انه بيجنبني استخدام الادوية واعراضها الجانبيه على المدى البعيد. من ضمن المواد الفعاله اللي معانا في ساينو ماسي هير التوكوفيرول او فيتامين اي. فيتامين اي من الحاجات اللي ليها تاثير موسع للاوعيه الدمويه، وده بيساهم بشكل كبير جدا في تحسين الدوره الدمويه الواصله لفروه الراس، وبالتالي بيساهم ايضا في زياده الغذاء اللي واصل لفروه الراس وتغذيه سليمه للشعر. الروزميري من المواد الفعاله المهمه جدا اللي برضو بتخترق بصيله الشعر وبتحفز نمو الشعر بشكل صحي، بالاضافه كمان انها بتحسن ايضا الدوره الدمويه وبتزود التغذيه اللي واصله للشعر، كما ان ليها تاثير مضاد للبكتيريا وللميكروبات، ودي من الحاجات طبعا اللي بتؤدي لتساقط الشعر على المدى البعيد. عندنا برضو من المواد الفعاله اللي تخلق في تكوين ساينو ماسي هير حاجه من مشتقات السيليكون وهي السايميسيكون. السايميسيكون من المواد الفعاله اللي بتغلف طبقه الشعر بطبقه واقيه برضو، بتساهم في حمايه الشعرايه من العوامل الجويه المحيطه اللي بتعرض بيها الشعرايه يوميا، بالاضافه كمان ان هي بتدي حجم وكثافه للشعر الخفيف، وده برضو بيساهم في حل مشكله الشعر الخفيف. في نفس الوقت يا دكتور احمد كنا عايزين نتكلم عن روزميري، ان هو ليه فايده مهمه جدا ان هو بيأخر ظهور الشعر الابيض بالنسبه للسيدات او للرجال، ودي مشكله بتقرق ناس كتير جدا. في ناس في سن العشرين وخمسه وعشرين وفي البدايات لسه خالص، يعني بيبقى حاجات ممكن تكون جينيه او ايا كان، مش عايزين يلجأوا للصبغه. احنا مش عايزين نلجأ الناس دي للصبغه، لان الصبغه معروف انها طبعا اللي هي في صبغه معينه غير مجهوله المصدر مثلا، او مش ما يكونش الدكتور قايل عليها، دي بتزود سقوط الشعر والكلام ده كله. احنا مش عايزين نستعمل الصبغه، فاحنا لما نيجي نستعمل ساينو ماسي هير ويكون فيه روزميري هو بيساعدنا ان ما يظهرش اللي هي الشعر الابيض بالظبط، ما يظهرش الشعر الابيض. فاحنا دلوقتي بنديهم حل بديل للصبغه او تاخير نمو الشعر الابيض، فدي طبعا ميزه في ساينو ماسي هير في المنتج اللي هو اللي يحتوي على الروزميري. زي ما قالت الدكتورة آن كده، فعلا الروزميري من الحاجات اللي ليها تأثير على تأخير ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر، اللي ده بنلاحظه في ناس كتير في سن صغير بالذات الوراثية،
اللي الناس بتبتدي يظهر عندهم الشعر الابيض من سن مبكر، فعندنا الروزميري اللي داخل في تكوين ساينوماسي هير بيحل لنا المشكله دي بشكل فعال جدا. حاجه كمان احب اضيفها، ساينوماسي هير بيحتوي على مواد بتساعد على استعاده الشعر لحيويته ولمعانه. كتير مننا بيقابل مشكله التلف وفقدان حيويه الشعر ولمعانه، ودي بتزعج ناس كتير جدا، وخاصه قطاع كبير جدا من السيدات اللي بيعانوا من المشكله دي، وده بينعكس بشكل سلبي جدا على الحاله النفسيه للسيده، وبيأثر على ثقتها في نفسها، وبتضطر احيانا كتير ان هي تخبي شعرها او ان هي تلمه، تمام، مع ان الشعر بالنسبه للسيده هو تاج المراه وهو سر جمالها. بظهور ساينوماسي هير هنبتدي نحل كل المشاكل دي، هنبتدي نستعيد حيويه ولمعان الشعر. من اول او من بدايه استخدامنا لساينوماسي هير هنبتدي نحس بتاثيره، هنبتدي نشوف مدى التحسن في جوده الشعر الطبيعيه، ده كله بيضمنه لينا منتج ساينوماسي هير. بالنسبه بقى لطريقه الاستعمال، طريقه الاستعمال احنا هنرش منه من 4 لـ6 ربخات يوميا مساء، هنرشها على فروه الراس وهندلكها كويس جدا. طبيعي طبعا ان احنا الشعر ما بيتغسلش اكتر من 2 لـ3 على حسب اذا كان دهني او مش دهني، بس انا بقول لكم ان ماسي هير او ساينوماسي هير بيستعمل لجميع انواع الشعر، يعني الشعر الجاف الدهني العادي فما فيش فيه اي مشكله، بلس ان هو كمان ريحته حلوه جدا وما فيش الملمس الزيتي، يعني الملمس الدهني ده مش هتلاقيه. نرجع تاني لطريقه الاستعمال، هترشي من 4 لـ6 بخات يوميا ليلا مع التدليك كويس قوي. طيب بالنسبه بقى للفراغات، الفراغات اللي هي بتبقى بسبب الصلع الوراثي دي ممكن نهتم بيها اكتر شويه، هنزود مثلا بدل الـ3 شهور هنزودهم لـ6 شهور، لان احنا بنعالج بصيلات لسه بتبتدي من اول وجديد ان احنا ننشطها، فهنستمر شويه علشان نبدا يظهر البيبي هير، لان احنا طبعا بنوصل دوره دمويه لبصيلات بدات اللي هي تبقى ضعيفه شويه، فاحنا هنهتم ان احنا نزود الجرعه، فهنرش عليها بطريقه اكتر شويه من الاماكن الثانيه. بالنسبه لساينو ماسي هير مصنع في صوره لوشن، وده عندنا في علوم الصيدله بيساهم بشكل كبير ان المنتج ما يكونش ليه اي اثر دهني زي ما تفضلت وقالت الدكتوره ان. اما بالنسبه لتاثير ساينو ماسي هير، احنا بنبتدي نلاحظ توقف تساقط الشعر من بدايه من الاسبوع الاول من الاستخدام. بالنسبه لنمو الشعر الصغير او زي ما بنقول البيبي هير، ده بيبتدي يظهر خلال الاسبوعين من اسبوعين لـ3. اما بالنسبه للتاثير الكامل فده بنبتدي نشوفه بعد مرور 3 شهور اللي هي دوره الحياه الطبيعيه للشعراية. وبالنسبه لعلاج الصلع الوراثي فده لازم بيستغرق 6 شهور. طريقه الحصول على ساينوماسي هير، ازاي اقدر احصل على ساينوماسي هير؟ الطريقه الوحيده للحصول على ساينوماسي هير هي الاتصال على الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه، بيوصلكم مندوبنا لحد البيت، شبكة مندوبينا بتغطي كل الجمهورية. عند طلب المنتج في حالة تواجدكم في القاهرة المنتج بيوصلك في نفس اليوم، إذا كان خارج القاهرة المنتج بيوصلك في تاني يوم. الكول سنتر عندنا شغال 24 ساعة لتلقي تساؤلاتكم واستفساراتكم. ساينوماسي هير بيعتبر مركز متكامل للعناية بالشعر، تم تصغيره في زجاجة 200 ملي. وفي النهاية أحب أشكر حضراتكم على ساعة الصدر وحسن المتابعة. هحكي لكم حكاية. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات أكبر من سنها، وطبعا أبعد ما في خيالها إن يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانة فقدت الأمل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجوده اصلا. وجي يوم كان
كان نقطة تحول في حياتها. وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدخول، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها هتشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل، وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. كبر حجم البطن عند السيدات، الكرش عند الرجال، خلينا نقول بمعنى ايه ابسط، يعني الواحدة لما تخلف لها مرة ولا اتنين ولا تلاتة تلاقي بطنها كبرت كده وبطن محترمة يعني، ولا عارفة تلبس ولا عارفة تعمل أي حاجة ومتعقدة ومعيشتها كلها بايظة، والراجل بعد الجواز بكام سنة تلاقيه بطنه كبرت كده. في 100 سبب وسبب يكبروا البطن دي. أولا ممكن تكون البطن دي فيها ترهلات، ممكن تكون فيها دهون، ممكن تكون العضلات بتاعت البطن نفسها مش مظبوطة. فهو الظاهر لينا إن البطن كبيرة، لكن لما بقى بنتكلم بشكل علمي لا، في أسباب كتير قوي كلها تقدر تقضي عليها شفط الدهون. يعني شفط الدهون وتصليح العضلات يقدر يقضي تماما على موضوع الكرش او البطن الكبيرة اللي بتعاني منها السيدات كلها، معظم يعني السيدات او رجال كتير جدا. هنتكلم عن التقنية دي ونعرف ازاي انت او انت من خلال العملية دي بتبقوا شخص، وبعد العملية بتبقوا شخص تاني خالص مشدود مفيش بطن، لان البطن بتشوه. يعني البطن الكبيره دي بتبوظ معالم الجسم، حتى لو الواحده جسمها حلو وعندها بطن خلاص انسي، انت مش هيبان ليكي اي معالم. هنعرف اكتر عن عمليه اصلاح الجدار الامامي للبطن واصلاح البطن عامه من خلال جراحات التجميل وشفط الدهون مع ضيفنا العزيز دكتور ايمن انديل، استشاري جراحه التجميل بالمركز الطبي. يا اهلا يا دكتور ايمن، ازاي صحتك؟ يعني مهما كانت الواحده حلوه وجسمها حلو، ولا لو الرجل جسمه كويس وعنده بطن او عندها بطن بتروح خالص المعالم الحلوه، صح ولا غلط؟ طبعا اكيد، يعني يعني البطن دي بتشوه المنظر كله. طبعا. طب احنا عايزين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي يطلع لنا بطن؟ طبعا الوزن الزياده نمره واحد، نمره اتنين الحمل المتكرر، ونمره ثلاثه القولون والمعده في الرجال وفي السيدات برضو يعني. اكيد طبعا. طيب التجميل بقى بيدخل ويعمل ايه دوره بقى في الموضوع ده؟ ازاي بتخلوا من بطن كبيره لمفيش بطن خالص؟ هو اختيار الطريقه اللي بنعالج بيها هي دي اهم حاجه. يعني ممكن ان عيانه تكون محتاجه شفط دهون بس، تمام، ممكن تكون محتاجة شفط دهون و شد بطن، وممكن تكون عضلاتها مترهلة،
والدهون عندها قليلة. فدي بتحتاج لتامي تاك أو تصليح لجدار البطن الأمامي. لكن غير يعني لكن يعني ممكن كذا طريقة نستعملها في العيانة الواحدة. يعني تعمل لها كذا حاجة. ممكن أعمل لها كذا حاجة. وده اللي بنسميه نحت ال. ده اللي بنسميه نحت. طب خلينا نتكلم عن الشفط التقليدي العادي خالص. واحدة جاية لك عندها بطن. تمام. انت يعني بتختبر ازاي بطنها؟ يعني بتعرف ازاي او بتعرفها ازاي انت لازم لك عمليه شكلها ايه؟ لازم الكشف الدقيق جدا على العيانه دي. نمره واحد لازم يكون ما عندهاش فات مثلا. دي حاجه تانية، دي حاله مرضيه. لا بس دي تمنع الليبوسكشن، تمنع شفط الدهون. طب مش ممكن نصلحه؟ ما هو لا، ما يتصلحش يعني ما ينفعش نعمل شفط دهون وفي فتء. يعني لازم تصلح الفتء ده الاول. وبعدين تعمل كده. لا بنعمل لها تصليح لجدار البطن. تصليح لجدار البطن. ما بنعملهاش شفط. لان الشفط بيبقى خطر في هذه الحالات. تمام. لازم تكون عضلات بطنها قويه، ودي باختبار معين بيتعمل في العياده. بنشوف عضلات البطن قويه ولا العضلات مترهله. يعني ممكن تكون بطنها دي كلها عضلات يعني ضعيفة وما عندهاش دهن ولا حاجة، يعني ممكن ما يكونش عندها دهن. بس هو بيبقى باين لو في دهون بتبقى بس في كده وفي كده، يعني في كده وفي كده. في كده وفي كده طبعا. يعني في ناس بتبقى ما عندهاش دهن كتير بس عضلات بطنها مترهلة. الرجال بتبقى دهون ولما بنفتحها بنبص نلاقي العضلات 2 ملي. الرجال بتبقى اكتريتها دهون ولا عضلات مترهلة؟ لا بيبقى دهون. ده دهون. دهون. لا دهون أصيلة. وانتفاخات يعني. ده من القولون بقى والمعده والاكل كتير وكده. طب احنا معانا صور، خلونا نشوفها كده على الشاشه يا جماعه مع بعض. ده راجل يعني. ده رجاله. ده معمول له شفط دهون. حلو قوي. طبعا باين الفرق بقى فلات خالص. طبعا. طيب اللي بعده دي برضو سيده. قبل دي بقى سيده قبل وبعد. برضو معمول لها شفط دهون. طيب يعني بس اعتقد ان دول يا دكتور كانوا شفط دهون بس. دول شفط دهون بس. لا دول من غير شد. ما كانش فيها شد. لا ما كانش فيهم شد. طيب اعتقد ان عمليه شفط الدهون دي من اسهل العمليات. يعني الواحده اللي هي تجي لك وتقول لها انت هتحتاجي شفط بس، دي تبقى محظوظه. هي طبعا هي شفط الدهون سهل جدا للعيان، خاصه في البطن. خصوصا في البطن او في اي حته يعني. شفط الدهون بالنسبه للعيان دلوقتي الشفط بقى سهل جدا بالنسبه للعيان. وبيكون مجهود بس شويه على الاستاف او على الدكاتره يعني. طب هو هل في فرق بين عمليه شفط الدهون بس وعمليه تصليح جدار البطن؟ جدار البطن ده تصليح اللي هو شد العضلات يعني؟ اللي هو شد العضلات. ونشيل الدهن والجلد والزيادات ونحط الصره في المكان الصحيح بتاعها. ودي بتعمل منظر تاني خالص غير اللي بيكون موجود قبل كده. يعني بتعمل شيب؟ بتعمل بتعمل شيب. لو في يعني في عضل بيطول عضلات قدامنا. فبنقدر هي العضلات دي تحت تحت الدهن يعني في جلد. يعني جلد. جلد وبعدين دهن وبعدين العضلات. اوكي. عضلات حضرتك وبعدين المصارين بقى والحاجات اللي تحت مالناش دعوه بيها خالص. الا اذا كان في حالات الفتق، فعشان كده احنا في الفتق ما بنعملش احنا بنشيل بنفصل بنيجي العضلات بتبقى قدامنا. بنقلب نصها لجوه. فبنشدها تتشد. وممكن كمان عضلات الجناب اصلا كمان برضو تتاخد بتقيفوها يعني. تتاخد بنس كده. يعني اللي قدام تتقيف واللي في الجناب تتاخد بنس. تتاخد بنس بالظبط كده عشان تتعمل الكيرف ده. عشان تتعمل الكيرف ده. وبعدين الجلد بيتفصل مظبوط على الجرح وتشال كل الزيادات، والصره بنرجعها في مكانها لان ليها مكان اصلا مفروض ان هو موجود. طيب. حضرتك شوفي مثلا الحاله دي اللي قدامنا دي عيانه يعني جايه عشان تعمل شفط دهون. لكن للاسف ان عندها فت. دي عندها فت. اوكي. وما عندهاش دهن بالكميه الكبيره اللي هي كانت متخيلاه. طيب. عندها ترهل في عضلات البطن. تمام. فدي كان لازم تعمل تصليح لجدار البطن بالكامل. وتركب لها شبكه على الفت.
وطبعا دي رجعت شخص تاني خالص. رجعت شخص تاني. طب احنا كنا عايزين نشوف الصورة بتاعت اللي بعد الحقيقة ما بنحبش نطلع صور العينين بتوعنا كتير يعني. لا بس ده مهم للسادة المشاهدين يا دكتور يعني. ان هم يشوفوه ان شاء الله فيما بعد يكون معنا صور قبل وبعد اكتر من كده. فاذا تصليح جدار البطن من الحاجات اللي بتغير من الشكل خالص. يعني ايه تصليح جدار البطن؟ يعني العضلات اللي بتبقى مترهلة دي. تمام. ودي بتيجي بقى من الولادة الكتير والحاجات الكتير دي. لانه في ستات كتير قوي تقول لك ده انا رحت عملت عمليه شفط دهون وتصليح ما اعرفش ايه وما جابتش معايا نتيجه. طبعا لان العضله طويله العضله ما تصلحتش اصلا كده. طبعا. فلازم ده مهم جدا. ولما بترجع لنا بقى تاني بعد يعني هي مش عاجبها النتيجه طبعا بعد شفط الدهون. لما بترجع لنا بتبقى العمليه اصعب. لان نتيجه لشفط الدهون بتكون نسيج ليفي كتير فبتبقى العمليه اصعب. فهو من الاول خالص يستحسن ان الواحد يختار العمليه المناسبه للمريض المناسب. بالظبط. ويختار برضو الدكتور الامين يا دكتور. لان في ناس بتعمل يعني اقول لك ايه البحر طحينه زي ما بقول لك. يعني تجي لهم واحده لا تصلح انها تعمل عمليه شد بطن من غير شفط. يعني انا بشوف كده كتير جدا. واحده المفروض لازم تشفط قبل ما تشد. يقول لها انا هشد لك. طب ما هي بتشد وبطنها تفضل قد كده. طبعا لازم اختيار العمليه يكون صح. ولازم الكشف الجيد على المريض. ولازم المريض يسمع كلام الـ طبعا. لا ما انا مش هضر المريض حتى لو هو مش قادر يفهم. مش هقدر اضره لان دي مسؤوليه. لكن انا بحاول افهمه مره واثنين واشرح له لغايه لما يكون عارف هو المفروض يعمل ايه. طب انا عاوز اعرف ايه هي اهم مميزات العمليه دي يا دكتور؟ وهل هي عمليه بتحتاج لفتره نقاهه كبيره؟ بتستغرق وقت قد ايه في العمليات؟ يعني لو واحده ست دلوقتي جايه ايه بتقول لك انا عاوزه اشفط واشد بطني واصلح بطني واظبط بقى بطني بقى وخلفت وخلصت وكل حاجه وعايزه بقى ايه تروق نفسها. إيه وعندها عيال مثلا او عندها مسؤوليات فهي بتبقى عاوزه تعرف التفاصيل. الجرح شكله ايه؟ هقعد قد ايه في العمليات؟ هطلع بعد قد ايه؟ همارس حياتي بشكل طبيعي امتى؟ النتيجه النهائيه هتبان امتى؟ تمام. الموضوع في منتهى البساطه جدا. اولا العيانه بتخرج تاني يوم على طول من المستشفى. تمام. بيبقى في حاجه اسمها درنقه عباره عن خرطوم كده هي شايلاه في ايدها كده زي ما بتشيل الشنطه. اوكي. ده بيقعد كام يوم؟ دي بتقعد 10 ايام. بس بتبقى بتتحرك في البيت وتروح وتيجي ولابسه كرسي. اوكي. بعد 10 ايام بنشيل لها الخرطوم ده اللي هو الدرنقه وتمارس حياتها بعد كده عادي جدا ولا كانها عامله عمليه. بس تكون لابسه كرسي لمده شهر او شهر ونص. تمام. بشكل طبيعي. يعني الموضوع كله بياخد 10 ايام. الموضوع يعني شويه القلق كلهم بيبقوا في اول 10 يعني ايام بعد كده خلاص. يعني في ستات بتاخد الدرنقه دي تحطها في شنطه كده وتتمشى بيها في المولات يعني. انا شفت ناس كتير يعني وروحوا بيها مشاوير وبتاع وحطينها في شنطه بلاستيك كده وخلاص يعني مفيش مشكله فيها. اذا الموضوع سهل وبسيط وبقى منتشر بشكل كبير وانتشار وده دليل على ان هو سهل وبسيط ومش مزعج ولا اي حاجه خالص. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معانا النهارده. دكتور ايمن انديل. هنروح لفاصل. بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم. يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد
خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masadora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. Masadora Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masadora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masadora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. سيدات كتير جدا جدا بتحب تبقى شكل النجمات او تبقى بلوك النجمات او في مظهر النجمات، وتقعد تشوف الصور تقولك بصي دي حلوة ازاي، بصي دي عملت ايه. انا في رأيي ان كل واحدة تقدر تبقى نجمة، على فكرة مش شرط تبقى نجمة سينما او نجمة تلفزيون او نجمة مسرح او بتطلعي في التلفزيون بشكل عام او اعلامية. انت تقدري تبقى نجمة في محيطك، وسط مجموعتك، في بيتك، وسط اولادك، في وسط صديقاتك، في وسط المجتمع اللي انت عايشه فيه، في شغلك. تقدري تبقي مختلفه ومتميزه وتبقي انت الستار بتاعت المكان. ده مش هيجي بالسهل، ده هيجي بالاهتمام، انك تهتمي بنفسك، انك ما تبخليش على نفسك باي حاجه تقدر تجملك او تحليكي. كتير جدا بيقولوا انه شوفوا الفرق بين صور النجمات قبل وبعد، ومن كام سنه، من خمس ست سنين ودلوقتي، بصوا بيحلو ازاي، بصوا بيعملوا ايه. هو مش عيب على فكره خالص ان الواحد شكله يحلو وشكله يتغير، بس بيتغير للاحسن. اولا لانه النجم او الفنان ده شغله، وده يعني مطلوب منه ان هو يكون كده، لانه مثل اعلى لناس كتير جدا بتتفرج عليه. وانت كمان ممكن تكوني مثل اعلى على فكره لناس كتير، ممكن تبقى في محيط معارفك، يعني مش شرط تبقي نجمه زي ما انا قلت. فلازم دايما تبقي متالقه متلقلقه. ازاي ده بيحصل؟ انه تهتمي بجمالك. واول حاجه من يعني او اول شيء بيدل على الجمال هو جمال البشره وصفاء البشره ونقاء البشره. البشره لو حلوه فده هيدي مدلول او معنى انه انت جميله، ان انت بتهتمي بنفسك. النهارده هنتكلم عن ماسادورا جولد، الراعي الرسمي للجمال في العالم كله، وسر الشباب لسيدات كتير جدا، مع ضيفتي العزيزه اللي بسعد ان هي معايا لاول مره، الجميله دائما، دكتوره هند المصير، مدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتوره هند؟ ازيك يا يوم؟ عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي النهارده؟ انت اجمل دايما. دكتوره هند، يمكن زي ما انا قلت ان كل واحده من حقها تكون نجمه في مجالها وفي محيطها، وده مش هيجي بالسهل، لازم تهتم بنفسها. وماسي من الحاجات الاساسيه عند كل سيده دلوقتي اللي تقدر من خلالها تهتم بنفسها وتبقى نجمه في وسط مجالها او محيطها، صح كده؟ مظبوط. هو في الحقيقه كريم ماسي ده انا شايفاه عمل طفره في عالم التجميل مؤخرا. ماسي فيه مكونات يعني تقريبا 56 عنصر موجود في كريم ماسي. كل كونتنت المحتوى بتاعته لوحده يبقى كريم. يعني احنا لما بنيجي مثلا ندخل في اي مكان، انت عايزه تشتري لنفسك كريمات، وانت داخله تشتري هتلاقي هيرونيك اسيد كريم، عايزه تجيبي كولاجين كريم، ممكن تجيبي ذهب كريم. ما بالك بقى انت جمعتي ذهب وكافيار وهيرونيك اسيد وكولاجين، لا كتير، وسيراميد، وحطيتي ماده تانية برضو حلوه قوي اللي هي الارجينين. دي من المواد اللي هي اسيتال هيكسا بيبتايد، ودي من المواد المستخدمه علشان تحسن الفاين لاينز اللي موجوده هنا واللي موجوده هنا. احنا كلنا لما بنضحك العضلات المسل اوف فاشيال اكسبريشنز، بصي هنا لما برفع
المسل دي الفرونتاليس تلاقيها بتخطط كده معايا. في ناس عندها العضله قويه، الاكسبريشنز قويه. انا واحده من الناس دي، لما بضحك الاقي دول بانوا اللي هم اللي حوالين الخطوط اللي حوالين الفم، والخطوط الرفيعه اللي حوالين العين. فالاستايل هيكس بيبتعد في الريسيرشز مؤخرا، ابتدوا يستخدموه، يبقى موجود لوحده في كريمز علشان يحسن من الفاين لاينز اللي موجوده دي، يعمل لها ريلاكسيشن. هو في الحقيقه اكت لايك بوتوكس، هو مش بوتوكس، هو اكت لايك بوتوكس، يعني هو ماسي فيه الماده دي طبعا اللي هي بتعمل زي البوتوكس. بتعمل كده، فتعمل ايه؟ تعمل في المصل في العضله، تعمل لها ريلاكسيشن، فما تبقاش الدنيا زي ما انا بصي تلاقي التعبير ظاهره كده قوي، تخفف من الخطوط التعبيريه اللي بتظهر، ودي بتضايق ناس كتير جدا. يعني في حد على فكره الخطوط التعبيريه دي لازم بقى تستخدمي ماسي. مين قال؟ انا بستخدم ماسي بقالي فتره. يعني من ساعه ما استخدمته وانا حاسه ان شوفي التغيير بيحصل جرادولي. اي حاجه في الدنيا اصلا مش اول ما هتحطي حاجه، انت نفسك لما تيجي تعملي دايت او تعملي رياضه عشان تعملي شيب لجسمك مش اقل من 3 شهور. فاحنا عشان نطلع احلى ما في الكريم يبقى احنا لازم نستنى نصبر، عشان في ناس بتقول بيجيب نتيجه بعد قد ايه. معظم الناس هتقولك طب النتيجه بعد قد ايه؟ يا دكتور هو انا لما بحطه. لا يا جماعه، انتوا لازم ده لايف ستايل. انا لازم يبقى ده اسلوبي، كل يوم احط الكريم على بشرتي، احطه. انا عن نفسي بحطه صباحا ومساء. تمام. وبحطه اول ما بحطه بقى يا يمنى في حاجه حلوه يديني لمعه نضاره. عارفه احيانا تبقي بهتانه مش نايمه كويس، احيانا تبقي مش واكله كويس، انت عايزه نضاره اول ما تيجي تحطيه علشان اللمعه دي الجلو ده يديكي حتى فوليوم لوشك. هو بيدي فوليوم للوش. بيدي فوليوم. احنا عارفين ان كليوباترا كانت بتحط قناع الذهب يوميا يا يمنى على بشرتها علشان تاخد المزايا كلها بتاعه الذهب. انت عارفه عنصر الذهب طبعا احنا حاطين في ماسي دورو جولد 23 ايراد ذهب. هو الناس عرفته بكريم الذهب، يعني حتى اللي ما يعرفش ماسي دورو جولد دورو جولد الذهب. يعني زمان يقول لك اولد از جولد، ده بقى جولد از جولد. جولد از جولد فعلا حقيقي. فانت لما تحطي ذهب على بشرتك وكل يوم ديلي، يبقى هو ده الروتين بتاعك. هيحصل ايه؟ هيحصل ان وشك هينور، صح، هيدي اشراقه، هيدي جلو، هتلاقي نفسك وشك فيه نضاره طبيعيه. ليه بقى؟ لان علميا الذهب الجزيئات بتاعت الذهب الايونز بتاعته بتزود البلاد سيركيليشن او الدوره الدمويه. فبيزيد البلاد سبلاي، الدم بيتضخ في المكان. ايوه. فلما الموضوع ده يحصل الدم محمل بالاكسجين، في ميه، فتلاقي فيه كمان نضاره، تلاقي وشك هيلثي. يقولوا ده ايه ده، انت ده عامله ايه؟ دي اكلها عماله تحلو، صحيه. لو يقول لك عماله تحلو واحنا مش عارفين في ايه الموضوع، اتاري بتستخدم ماسي من ورا. بقى ماسي. انا يعني في الحقيقه لما بتسالني مثلا بنات تقولي احنا داخلين على جواز وعايزين حاجه تجيب نتيجه وعايزين حاجه تدي نضاره، تعرف انت اول ما بتحطي ماسي دورو جولد على بشرتك بتحسي بلسعه كده، وتحسي ان الحته دي احمرت شويه. وده اللي جربوا الناس اللي اشتروا ماسي كتير من عندنا، يقول لك دايما يردوا دايما ويقولوا الكومنتس دي على طول، يا دكتور احنا بنحطه. فعلا انا لما باجي احطه كل مره بحط فيها ماسي بحس ان ابتدى بقى يحصل دمويه، بلس سيركيوليشن، الدوره الدمويه، فهتلاقي الحته دي بقت بامبي، بقت هيلثي، بقت بلو. كمان الذهب كمان ليه تاثير على الميلانين اللي موجود، التصبغات اللي موجوده في البشره. في ناس بيبقى عندهم سكار، مش سكارز بس هنقول تصبغات، سواء بقى نمش، بقع، كلف، الحاجات دي كلها نتيجه الخروج للشمس. الشمس دي يعني كلف. احنا بنخرج للشمس احنا كل ساعتين تلاقيكي تشيلي وتحطي سان بلوك دايما وانت خارجه في الشمس، تبقي خايفه ان يحصل ايه، يحصل بقع تصبغيه. فالذهب نتيجته هايله جدا على الميلانين، وبيقلل الميلانين المسؤول عن التصبغات، فبالتالي بيوحد لون البشره وبيدي البشره نقاء وجلوينج. تقولي ايه ده، دي بشرتها هيلثي نضره، دي مش حاطه ميك اب، ازاي يحصل كل ده؟ الهيرونيك اسيد مثلا، يعني جدا يا جماعه دي المكونات كلها اللي موجوده في ماسي اللي بنتكلم طبعا فيها. طبعا احنا بنتكلم، انا بتكلم كده كمان مش مركزتش على حاجه بعينها، ده انا بقول لك بس انا ساعات وانا بشتري حاجه في ماركت فاقول ايه انا عايزه كريم فيه هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد هي دي الماده المالئه اللي موجوده في الفيلر.
اوكي. فانت لما بتحقني انت اوريدي، في ناس بتعمل فيلر وبتعمل تبقى كونزرفاتيف تحفظيه وبتحط ماسي دورو جولد، يعني هو ما بيتعرضش مع البوتوكس والفيلر خالص. اعملي فيلر لو تجاعيدك عميقه طبعا. الناس اللي بتعمل فيلر ممكن تحط ماسي دورو جولد بعد كده علشان ايه؟ نحتفظ بالفيلر لفتره اطول، لان الماده اللي موجوده الهيرونيك اسيد هي الماده اللي موجوده في الفيلر. والماده دي بتعمل نضاره للبشره، على الاقل بتخلي البشره بتاعتك فيها هيدريشن، نسبه الميه فيها عاليه. كمان الكولاجين، انت عارفه احنا كل ما بنكبر في السن يعني ات ايج 25 كده يبتدي جرادولي ايه اللي يحصل؟ الكولاجين بيجي الكولاجين يقل. طبعا طبعا. يعني انت بدري قوي علينا والله يا جماعه. 25 تلاقي الكولاجين يبتدي ينزل ويقل ويقل ويقل، وتلاقي بنات عندها 27 28 سنه وتلاقيهم ابتدى يبقى عندهم رينكلز وخطوط في بشرتهم. الكولاجين لما بيقل، طبعا انت عارفه الكولاجين والالاستين هم اللي مسؤولين عن شد ونضاره البشره. كل ما يكون الحجم الفوليوم بتاع الكولاجين والالاستين عالي ماسك نفسه، كل ما البشره ماسكه نفسها ومشدوده، تلاقيهم في العشرينات تلاقي البشره كده مفيش ايه، مفيش خط واحد. ده في الاربعينات والخمسينات وبتلاقي ما شاء الله مفيش خط. دلوقتي بتلاقي مع ماسي حاجات غريبه. مع ماسي اول شهرين لثلاث شهور، فعليا بعد ثلاث شهور هتبتدي الخطوط التعبيريه تنزل، الفاين لاينز تنزل خالص. هتلاقي بشرتك اتشدت، فيرمنج جامد، مشدوده فيها شد، لان كل الكونتنتس بتاعتها كولاجين، كافيار. لا كافيار بقى، يعني انا جبت سيره الكافيار. كافيار، جبت سيره الكافيار. شوفي الكافيار ده فيه اوميجا 3 واوميجا 6، في مواد وفي فيتامينز كتيره جدا جدا جدا. والكافيار شوفي، انا لما بنيجي ناخد الكافيار حتى ناكله كده، ده بالجرام كده بالظبط، يقول لك ايه ده انت بقيتي سنين بتاكلي كافيار بقى، يعني انت نضره. انت بقولك بقى ايه ده، واو انت بتاكلي كافيار، انت بتحطيه بقى على بشرتك. بتحطيه بقى على بشرتك. الكافيار كمان في ريسيرشز مؤخرا اثبتت ان الكافيار شكله زي شكل السكنسل، الخليه بتاعه الجلد. يعني بيقول لك ان هو فيه ميه وبروتين، واحنا جلدنا فيه ميه وبروتين. يعني فيه كولاجين والاستين وفيه ميه، فبيقول لك ده خلى امتصاصه يبقى البنتريشن بتاعه وامتصاصه الابزوربشن بتاعه للبشره يبقى عالي. فالكافيار انتي اوكسيدنت، اي حاجه انا اي حاجه وانا بقرا عليها انتي اوكسيدنت هاتوها، انا عايزه من دي. طبعا فالانتي اوكسيدنت موجود، طبعا الانتي اوكسيدنت في الذهب كمان. يعني الانتي اوكسيدنت موجوده في الكافيار، اللي هي الانتي اوكسيدنت دي احنا محتاجينها مضادات الاكسده، لان الاكسده دي بتيجي نتيجه التعرض لأشعة الشمس مثلا. الأكسدة دي نتيجة التدخين كتير. في ناس بتدخن كتير قوي دلوقتي بقى مؤخرا، احنا زي ما احنا عارفين بقى موضوع التدخين ده بقى منتشر قوي. فده احنا عايزين نعالج بقدر الإمكان ونروح في السكة الكريمز نبدأ فيها بدري. يعني لما ما حدش يقول انا لسه بدري عليا، او انا واحدة تقول لمامتها مثلا عاوزة ماسي مثلا، انت عندك 20 سنة ليه من دلوقتي؟ هل ده نبدا؟ لا احنا نبدا بدري. الكريمز ده نبدا فيها بدري، هنلاقي نفسنا احنا بعد فتره مش محتاجين ان احنا نعمل لف. ليه؟ لان انت بدا اوريدي بدري. يعني عارفه زي مش انت راحه تعالجي، يعني انت بتروحي تعالجي علشان انت عندك مشكله. وانا ليه اجيب المشكله من الاساس؟ انا مش عايزه المشكله تحصل، انا عايزه بشرتي تبقى نضره صحيه. فالمكونات الكونتس دي خطيره، الهيرونيك اسيد اللي موجود، الكولاجين، الكافيار، السيراميد. دكتور اوز كان بيتكلم، كنت بتفرج انا طبعا دكتور اوز بحب جدا كلامه عن الصحة والجمال والتجميل، كان بيتكلم على السيراميد وكان بيتكلم على الأرجيلين اللي موجود اللي هو الأستار هيكسابيبتايد. كان بيقول الكلام والريسيرشز اللي موجودة دلوقتي ازاي تشدي بشرتك وازاي تنور بشرتك بالحاجات دي. فانت كده بتبتدي تبقي بدري تهتمي بالبشرة، عايزة توحي لون البشرة. زي ما قلت لك في ناس عندها تصبغات، في ناس دايما البقع تبقى ظاهره، كل الحاجات دي بتتوحد ووشك بينور جدا. وانا شايفه يعني انا ماسي عموما، انا عن تجربه انا حبيته جدا من اول استخدام. الاحساس اللي بيجي لك فعليا، يعني ناس كتير اللي جربته فعليا الاحساس اللي بيجي، انت بتحسي ان انتي جراديولي ماشيه صح. انتي ماشيه صح. انتي ماشيه صح فعلا، انتي بداتي كده تمشي صح. بداتي صح.
احنا كمان السكس اكشنز مكتوبين على العلبه، خلينا نقولهم للساده المشاهدين. السكس اكشنز اللي موجودين طبعا موجودين على العلبه، نفسرهم عندنا بالعربي للناس كده عشان يبقوا احنا فهمين. عندنا هنا انتي رينكلز هو مضاد التجاعيد. اوكي. عندنا انتي ايج، احنا ضد مش عايزين شيخوخه يعني التقدم في العمر. كل ده هو بيحسنه، بيحافظ عليه، بيقلل الفاين لاين زي ما قلنا، والخطوط التعبيريه والتجاعيد البسيطه كل دي بتروح خالص. عندنا الوايتنينج، احنا قلنا بيدي بيفتح لون البشره. احنا محتاجين البشره تبقى فيها نضاره، فيها حيويه، بيفتح لون البشره. بيفتح زي ما قلنا الذهب، الكافيار، الانتي اوكسيدنت الموجوده، تفتيح لون البشره. عندنا النورشنج، عندنا التغذيه، عندنا الترطيب، عندنا الفيس ليفتنج، ده بقى اهم حاجه شد يعني جلد. كل شد الجلد احنا محتاجين في ماسي دول سكس اكشنز يخلوكي انت يبقى عندك كونفيدنت، عندك ثقه بنفسك. انت عارفه الواحد لما بيبص قدام المرايه كده ويلاقي حاجه تعباه ما بيعرفش ينام، بيتنكد، بيبقى متضايق بالاخر يعني بيبقى بقى في حاله كده. يعني انت عارفه لما تقفي قدام المرايه كده يومنا وتلاقي فجاه انت كنت كويسه جدا، وحتى ايه حتى لو ما نمتيش مثلا كويس شويه بيبان، طب بيبان الاجهاد على الوش. انت عارفه انت انت بتحسي، انا ساعات اقول ايه انت ازاي تحسي ان انت زمان لو احنا مثلا لو حد صغير كان ينام على السرير الاطفال تلاقيهم ايه بيقوموا لو ناموا على مخده بتعلم بس بتروح على طول، بتروح على طول بتروح على طول. البشره مشدوده حلوه، البشره حلو. فيها كولاجين لسه البشره مشدوده جدا، فتلاقي ايه الالاستين اللي موجود مع الكولاجين في شده، فتلاقيهم ايه بعد ده يروح على طول هوا. دلوقتي بقى اي حد يقول لي انا بقوم من النوم الاقي الخط خد فتره قبل ما يروح، طب ما انت كده بدات كده انا لازم بقى كده مش حلو، انا محتاجه ان انا احط بقى ايه اتجه بسرعه الحق نفسي. انا عايزه الالاستين الموجود في البشره الالاستين يبقى موجود مشدود، عايزه احافظ عليه، عايزه احافظ على محتوى الميه الووتر كونتنت اللي موجود في البشره. فلا يعني ماسي مجموعه مكونات محطوطه جوه كريم، انت لو جيتي تفصليها واحده واحده هتلاقي ان الكريم ده هايل في ايه؟ انه حاطط لك العناصر الاساسيه اللي اي ست واي امراه واي بنت عايزاها. انت عايزه ايه؟ انت تقفي قدام المرايه تبقي واو، تبقي مبسوطه، تبقي مبسوطه. ايه اللي احنا عاوزينه؟ وشايفه كده نفسك جميله ومش محتاجه بقى ميك اب، لان انا الموضوع ده انت عارفه في ناس كتير بتخفي بالميك اب وعايشه على الميك اب، بس طبعا لما بتغسل وشها وتقف قدام المرايه بيبان بقى الحقيقه، بتقعد تكلم ببان. نفسها قدام لا انا مش عايزه كده. احنا عايزين ان الناس تلجا، انت عارفه الجائي دايما للحاجات اللي تاخر من ظهور التجاعيد بدري يعني انا مش عايزه ان انا اتاخر لحد. وبعدين خدي بالك الميك اب الكتير، انا كل يوم انت كل يوم ميك اب كل يوم ميك اب، احنا كتير. عايزين حاجه تدي نضاره. انا بحط ميك اب واحط شويه بلاشر عشان يديني نضاره وبامبي. طب انا اوريدي لو انا كل يوم هيبقى عندي روتين من الكريمز اللي انا بحطها مهتميه بالبشره. طبعا في حاجه مهمه، انا عايزه انضف بشرتي خالص قبل ما انام واحط الكريم علشان ازود الامتصاص بتاعه فيديني نتيجه. هو ما بيتغسلش يا دكتوره هند، يعني بتحط وتنامي بيه عادي. وانت حتى الصبح وانت خارجه حطيه، وحطي شويه البلاشر انت هتحطيهم او الكريم اللي انت بقى هتبتدي تحطي شويه ميك اب كده فوقيه. انا قصدي ده خليه البيزك بتاعك، ده خليه يبقى روتين يومي مع ماسي. انت هتحسي لوحدك بالفرق. طيب احنا هنروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره تانية. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin.
The Massey Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Massey Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Massey Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Massey Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Massey Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. Massey Doro Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Massey Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Massey Doro Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة هند، دايما بنصح السادة المشاهدين ان هما ما يشتروش حاجة او ما يجيبوش حاجة الا اذا كانت مضمونة، ومضمونة دي يعني مرخصة، يعني ليها تراخيص. ماسي دورو جولد مش واخد ترخيص واحد بس، ده هو واخد ثلاث تراخيص من ثلاث اماكن مختلفة. فعلا يا يمنى، ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الاوروبي وحكومات دبي، والتراخيص هنشوفها معانا على الشاشة دلوقتي، لانه ودايما بنعرضها لانه ده من حق السادة المشاهدين ان هم يعرفوا. طبعا طبعا، لانه في ناس بتقول انا اضمن منين او انا النتيجة هت... كل الحق انا لازم اكون واخده كريم ومتاكده منه، فعلشان حتى وانا باجي احطه على وشي ابقى عارفه ان هو مضمون. فالتراخيص دي طبعا لازم المشاهدين ولازم الكلاينتس يكونوا عارفين الكريم ده هل مرخص ولا لا. حاجه مهمه جدا. وماسي طبعا يعني هو في جرانتي جوه. في جرانتي جوه. جرانتي ده اللي هو شهاده الضمان يا جماعه، اهو ان هو مرخص جوه. والترخيص بيبقى مكتوب على العلبه. وهنا كمان الذهب، علشان الناس تبقى عارفه ان هو في 23 ايراد من الذهب، والترخيص بيكون موجود ومكتوب على رقم العلبة. ممكن يقدروا بيبقى مكتوب، فممكن الناس تستفسر. واكيد انتوا هتنزلوها للمشاهدين. هي بتنزل فعلا على الشاشة. وكمان طريقة التواصل ازاي؟ طب في ناس كتير بتقول انا عايزة ماسي بس مش موجود في الماركت. من خلال بقى ارقامنا اللي موجودة بتنزل هنا دايما عندك يا يومنا على الشاشة. دايما التواصل بيكون دايركت على طول. احنا بنسهل على الناس الموضوع ده، لان احنا الحمد لله ما شاء الله ماسي دورو جولد عامل مبيعات يعني الحمد لله من كل حتة بيجونا. مش طبقة معينة لا يعني؟ لا لا مش خالص. ناس معينة لا يعني؟ خالص خالص. انه بيقولنا ناس معينة انا بستغرب. احنا في ناس بتجينا من محافظات ومن من اماكن انا اول مرة اعرفها. اول مرة حتى اسمع عنها، وبستغرب ان هم بيكلمونا بيعرفوا يوصلونا. ويمكن كمان ان احنا عاملين لاين دايركت كده، ان الناس تتصل بينا على طول. ده مسهل على الناس التواصل دايما مع ماسي دورو جولد. في عندنا الفيسبوك بتاعنا، خلينا ننزل عندكم كذا صفحة على الفيسبوك. خلينا نشوف بعض الصفحات كده، نزلوها على الشاشة عشان الناس برضو تبقى عارفة شكل الصفحات بتاع ماسي دي، برضو تقدروا تتواصلوا من خلالها مع ماسي. طيب دكتورة هند، كمان انتوا ليكوا فروع طبعا، مش بس موجودين في مصر. فروعكم فين بقى؟ احنا طبعا عندنا هنا المكتب موجود في القاهرة، ماسي فارم ايجيبت. وفي عندنا ماسي فارم ده موجود ايطالي، موجود في ايطاليا. وفي عندنا ماسي فارم جولف، وده في جبل علي. وان شاء الله باذن الله قريبا جدا هيكون ماسي فارم في امريكا في فلادلفيا. طب كويس جدا يعني. الحمد لله. لا الحمد لله، دايما الانتشار ده بيبقى معناه نجاح طبعا. طبعا بصي انا بحب جدا ان احنا لما بنيجي
بنتكلم عن منتج يعني تكوني انت واثقه منه علشان حتى هيبقى انت وانت بتحطيه. لو الدكتور نفسه وانت بتسالوني ناس كتير قوي يا دكتور انت بتحطي ايه عشان الجلو، اقول لهم على طول لازم عشان جلو والبشره نضره لازم احط ماسي دورا جولد حتى قبل اي كريم. فدي عارفه الحمد يعني هو الاساس. انت عارفه هو الأساس. انا بحس ان هو انا ما بحطش كريم اساسي يوم. انت ما كانتش راضيه بتقول لا انا حاطه ماسي مش هحط اي حاجه ثانيه. ما تحطوليش ما تحطوليش انا مش محتاجه اللمعه. اقول لهم هتضيعوا اللمعه بتاعت ماسي. انا حطاها في الذهب والكولاجين والسيراميد والكافيار الحاجات دي عامله نضاره. وانتوا عايزين مصر لولا الكاميرا والله ما كناش حطينا اي حاجه خالص. ما هنعمل وانا عايزه اوري للناس الجلو بتاعه يعني النضاره. احنا هنطلع في مره من غير غسله وشك. هي نفسها على فكره انا عايزه هي واثقه في نتائج ماسي بطريقه فظيعه. فهي الدكتوره هند هتطلع لكم مره غسله وشها كده وحطها ماسي وتوريكم بقى الدنيا شكلها عامل ازاي. وريكم بقى ازاي ماسي. هل في طريقه معينه للاستخدام؟ انت طبعا لما تيجي تحطي كريم يراعى ان انت بتحطي الكريم من تحت لفوق. عارفه ازاي كده وبعدين كده يعني تشدي على عكس الجاذبيه. عكس الجاذبيه طبعا ده اي كريم يعني. وانت بتحطيه لازم يكون من هنا كده كده. بصي اطلعي كده لفوق كده وتشدي. شايفه الشده تحت العين تبقى كده وهنا تحت العين كده وحوالين هنا انا بحط برده فاين لاينز عشان الخطوط التعبيريه بتاعه المصل زي ما قلنا. وهنا هنا بقى دي انا كانت مضايقاني جدا على فكره. كانت دي دايما الخطوط دي بتاعه الفرونتاليس المصل دي بتضايقني. بس انا مؤخرا بقيت استخدم موجوده يعني. بصي لا دلوقتي مفيش اي حاجه. انا حاطه الكريم وكل يوم بحطه. فانا حاسه انها ابتدت خلاص. بصي الخطوط دي الحمد لله شويه جراديو بتقل وبتقل. فبس انا بقيت 3 شهور. يعني طب حلو جدا يعني. انا بقيت 3 شهور يعني النتيجه النهائيه نبدا احنا يوم بعد يوم بنحس بفرق. يوم بعد صح يوم. عشان الناس ما تستعجلش لا في الموضوع. وما تقولش ان انت اول ما هتحطيه يعني حاجه الناس يعني انت عندك تجاعيد هنا وهنا وهنا اول ما هتحطي مفيش حاجه كده غير ان انت تحقني. مفيش حاجه كده. وطبعا انا مش عايزه انا هنا انا عايزه الكريم. انا عايزه ابدا بدري يعني. انا عايزه استخدم الكريم عشان ابدا بدري. فادام هبدا بدري معلش. والكريم ده كمان انا نسيت حاجه مهمه جدا. ان الكريم ده الحاجات اللي فيه من ضمن الحاجات الرائعة اللي موجودة عندنا في ماسي دورا جولد التكنولوجي اللي بيدخل بيها جوه الكونتنتس بتاعته دي عايزين ندخلها البشرة. فماشيين على معايير وحاجات حديثة جدا. مستخدمين النانو عشان تكنولوجي عشان يبقى سهل للامتصاص. طبعا احنا مستخدمين هنا النانو تكنولوجي. نانو تكنولوجي نانو بارتكلز دي بتخلي الاكتف انجريدينتس او المكونات بتاعته الاساسية بشرتي تمتصها. حطي كده ماسي دورا جولد هتلاقي ان انت بشرتك ما بقتش زيتها زي ما بنقول. لا لا مش مزيتها خالص. تحطيه هتلاقي البشرة المكونات البشرة امتصته. انا عايزه ايه غير ان انا البشره بتاعتي تمتص محتوى الكريم عشان اخد الفايده. النانو تكنولوجي دي ده علم حديث يعني. هو مصنع بتقنيه النانو. تقنيه النانو تقنيه النانو دي تضمن لي يعني ايه بقى نانو يعني. النانو بارتكلز دي تقنيه حديثه جدا معموله علشان عايزين ندخل محتوى الكريم للبشره. عارفه ازاي؟ ان احنا عندنا البشره يعني بتتفرم بتبقى يعني نانو. ناعمة جدا جدا. علشان ايه؟ علشان تقدر تخترق البشرة بسهولة. فالمكونات الاكتف اللي انا عايزاها ابقى انا ضامنة انها دخلت جوه بشرتي. وده اللي انا محتاجاه له. يعني انا محتاجة. فعشان كده ماسي دورا جولد انا بحبه. ليه؟ امتصاصه كمان سريع. انا مش عايزه حاجه خاصه بشرتنا دهنيه نوعيه قوي يعني ما بنحسش باي ازعاج خالص. لا خالص خالص خالص. لما تحطيه مفيش اي احساس المزيت او تملمس الكريمي ده. لا انا عايزه كله يبقى جوه. انا عايزه كله يبقى جوه. عايزه الكولاجين بتاعي عايزه الايلاستين عايزه كل الحاجات دي تبقى جوه. فالنانو تكنولوجي طبعا دي من ضمن الحاجات الرائعه مع ماسي دورا جولد. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده. كنت ضيفه عزيزه عليا وعلى قلبي دكتوره هند نصير المدير التطوير والابحاث في شركه ماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت. شوفونا يومين الساعه 3 والاعاده بتكون 8 صباحا تاني يوم. وكل الحلقات هتلاقوها على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي الشخصيه هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي. تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها وان شاء الله اجاوب على الاسئله كلها. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال.
كنت معاكم يومنا طولان. سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.